السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، أبناء الطلبة في ربوع ليبيا الحبيبة، نلتقي مجددا في حلقة جديدة ودرس جديد للصف الثامن. طبعا أمس أخذنا درس الصف الثامن اللي هو حل المعادلات، وعرفنا كيف نحل المعادلة وعرفنا تعريف المعادلة. اليوم طبعا نأخذ مسائل أو تطبيقات على هذا الدرس، تطبيقات على المعادلات الجبرية. والمعادلة طبعا قبل نبدأ في درسنا اليوم اللي هو المسائل اللفظية، نأخذ مثال للمراجعة. مثلا نأخذ مثال حل المعادلة 3 س على 7 ناقص 1 تساوي 4. وزي ما قلنا أمس، كلمة حل المعادلة هو إيجاد قيمة المتغير الذي يحقق هذه المعادلة. نبدأ في حل المعادلة، والمعادلة هي تتكون من طرف أيمن وطرف أيسر. طبعا احنا بنطلع قيمة السين كم تساوي، نجي هنا نلقى سالب واحد تقع في الطرف الأيمن. أول حاجة ننقل سالب واحد للطرف الأيمن بعكس الإشارة، نقول 3 سين على 7 تساوي 4 زائد واحد، وأربعة هنا زائد واحد نجمعها جمع عادي، 3 س على 7 تساوي 4 نزيد واحد كم؟ 5. شو ندير في الحالة هذه؟ الحالة هذه عندي هنا طرف أيمن وطرف أيسر، الخمسة هذه مقامها واحد، نقوم بضرب الطرفين في الوسطين اللي هو الضرب التبادلي، اللي هو حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 3 س ضرب 1 3 س تساوي 7 ضرب 5 35. بعدين بقيمة حل المعادلة بيطلع قيمة س كم تساوي، قسم طرفي المعادلة على معامل س اللي هو 3، وهنا نقسمه على 3، في الحالة دي نقول س تساوي، ونقسم 35 تقسيم 3 نحصل عليه حل هذه المعادلة. طبعا قسمة مطولة، طبعا درسنا اليوم قلنا احنا ناخذ تطبيقات على المعادلات. تطبيقات على المعادلات هي عبارة عن مسائل لفظية، والمسائل اللفظية هذه على طول ناخذ المسألة ونحولها إلى رموز، نحولها إلى نشوف شنو يطالب منها. مثلا نجي السؤال الأول، عددان فرديان، متتاليان مجموعهما 64، فما العددان؟ طبعا عندي عدد فردي أول، عندي عدد فردي ثاني موالي له، يعني متتاليان يعني وراء بعض. مثلا افرض احنا مثلا عندنا عدد، مثلا احنا عدد فردي 5، ما العدد الفردي الذي بعد على طول متتالي؟ العدد الفردي اللي بعد على طول هو 7. لكن هنا قالك عددان فرديان متتاليان مجموعهم 64، انا ما نعرفش هما العددان، مجهولان. على طول نفرض ان العدد الاول مثلا رمز ما، وليكن سين وليكن صاد وليكن عين، هذا العدد الأول. والعدد الفردي التالي اللي بعده نشوفه، لقبل نفرضه ما هما العددان، لأن بنفرض رمز معين على طول نوضح توضيح قبل مثلا أفرض عندي العدد الأول 7، العدد الأول هذا اسمه العدد فردي، عدد شني؟ فردي. العدد الذي بعده على طول الفردي اللي بعده عبارة أني 7 نزيد 2، وسبعة لما نزيد 2 شن تصبح؟ تصبح 9. إذن هما زوز عددان فرديان متتاليان، لما نجي نجمع نقول 7 زائد 9 كم تساوي؟ 16. إذن في حالة لما أقولك عددان فرديان، ركز شوية هنا، لما أقولك عددان فرديان متتاليان، وأن الفرديان عددان هما مجموعهم كم؟ مجموعهم 64، لكن أنا ما نعرفش ما هما العددان، على طول نفرض أن العدد الأول وليكن سين.
العدد الذي بعد على طول لما يكون فردي على طول نقول سين زائد اثنين، إذن العدد الآخر هو سين زائد اثنين. خلاص أنا عرفت أن العدد، فرض أن العدد الأول سين، العدد الآخر الذي بعد على طول سين زائد اثنين. جاني سؤال آخر بدل مع عددان فرديان قال ثلاثة أعداد فردية، ثلاثة أعداد فردية، ثلاثة أعداد فردية متتالية. ثلاثة أعداد فردية متتالية يا طالب على طول يعني مثلا قال مجموعهما، مجموعهما 339. ما هما هذا من الأعداد؟ واضح أن العدد اللي قدامي هنا عدد كبير 393 مرات. أنا نقعد نص ساعة ساعة بش نطلع الأعداد هيك بالتفكير نقال حل صعب شوية، لكن بعملية تكوين المعادلة لأن هي مسألة رفضية، تطبيقات على المعادلات هي مسألة رفضية، أنا على طول نترجمها ونحولها إلى معادلة طرف أيمن وطرف أيسر بشرط أن نفرض رمز واحد، نفرض سين صاد عين أي رمز. نجي عندي ثلاثة أعداد فردية، هل العدد الأول مثلا مجهول، العدد الثاني حتى هو مجهول، والعدد الثالث مجهول، على طول يجي الطالب هنا يفرض أن العدد الأول بل يكون ألف. ما دام هو عدد فردي معنى العدد الذي يلي بعد الألف هو ألف زائد اثنين، العدد الثالث على طول تقول ألف زائد أربعة، وهكذا كل مرة تزيد اثنين كل مرة تزيد اثنين. وضحت علاش أنا زدت اثنين هنا، لأن هي كانت سبعة، العدد الفردي الأول سبعة، شو العدد الفردي اللي بعدها تسعة، بعد تسعة هي كانت سبعة، علاش ولا تسعة ضفنا لها اثنين، إذا العدد الأول فردي سبعة الثاني تسعة. طبعا شوف العدد اللي بعدها بعد التسعة 13 منين جت؟ نشوف السبعة، سبعة زدناها أربعة، سبعة طبعا العدد اللي بعدها 11 عفوا، عندي هنا سبعة تسعة بعدين 11، طبعا هنا العدد الأول فردي سبعة نزيد أربعة، سبعة زائد أربعة شنو يساوي 11. لأن هنا عندنا عددان فرديان متتاليان مجموعهما 64. نجي الحل قال أوجد أو فإن العددان هما، فإن العددان هما على طول لما يقول عددان فرديان متتاليان نفرض أن العدد الأول، نفرض أن العدد الأول سين، ما هو العدد الثاني يا طالب؟ العدد الثاني ما دام فرضنا العدد الأول سين نقول العدد الآخر أو العدد الثاني سين زائد 2. إذن هذا فرضناهم، فرضنا العدد الأول سين والعدد الثاني سين زائد 2. نجي نقرأ السؤال مرة ثانية، قال عددان فرديان متتاليان مجموعهما، مجموعهما هنا عبارة عن إشارة زائد، شو بنجمعه؟ مجموعهما تعود على منه؟ تعود على العدد الأول والعدد الثاني، العدد الأول سين والعدد الثاني سين زائد 2، مجموعهما إذا نكون معادلة الطرف الأيمن فها علامة الزائد اللي هي مجموعهما، نقول العدد الأول سين زائد العدد الثاني سين زائد 2 مجموعهما 64. هنا مجموعهما معناها مجموع العددين الناتج تاع مجموع العددين الناتج طلع 64، إذا ندير علامة يساوي 64، يساوي 64 تمام. فرضنا العدد الأول سين والعدد الثاني سين زائد 2، بعدين جمعناهم مجموعهم كم؟ 64. نجي نجمع الطرف الأيمن كان فيه حدود متشابهة، نجمع الحدود المتشابهة، طبعا عندنا سين زائد سين هذه معاملها واحد، معاملها واحد، واحد زائد واحد 2 سين،
2 سين عندي موجب 2 حولها الطرف الايسر بعكس الاشاره تساوي 64 64 تنزل كيف ما هي الطرف الايسر نحول موجب 2 من الطرف الايمن الى الطرف الايسر بعكس الاشاره كيف بعكس اشاره معناه كان هذه موجبه نحولها سالبه كان هذه سالبه نحولها موجبه شنو اشارتها هنا اشارتها موجبه تصبح سالب 2 2 س تساوي نطرح الطرف الايسر 64 نقص منها 62 تعطينا 64 64 ناقص 2 تساوي 62 نبي قيمه س وشنو س هذا س هذا هو العدد الاول اللي فرضناه احنا العدد الاول س نفرضوه طب نطلع قيمه س نقول بقسم الطرفي المعادله على معامل س كم معامل س هنا 2 اذا نقسم الطرفين على حسب معامل س قسم هنا على 2 قسم هنا على 2 2 تمشي مع 2 تقعد س تساوي 62 تقسيم 2 31 خلاص انا تحصلت على العدد الفردي الاول شنو العدد الفردي الاول يا طالب العدد الفردي الاول هو 31 به ما هو العدد الفردي الثاني اللي بعد ال 31 بعد ال 31 العدد الفردي الثاني هو 33 نقول اذا العددان هما 31 و 33 خلاص انا من جيت احقق من ناتج الحل هو اني عرفت العددان هما 31 و 33 نشوف مسألة قال لي عددان فرديان متتاليان مجموعهم 64 ناخذ ال 31 زائد 33 نقوم بعملية التحقيق عندي عدد الأول قداش 31 العدد اللي بعده 33 به ال 33 هذه منين تحصلنا عليها تحصلنا عليها لأن الأولى هذه س به الثانية شنو هي س زائد 2 والس هنا كم 31 31 زائد 2 33 إذا العددان هما 31 و 33 لما نجي نجمعهم 1 زائد 3 4 3 زائد 3 6 شنو نطلع مجموعهم 64 وهنا شنو نطلع مجموعهم 64 هنا إذا تحققت أن الحل صح خلاص نقول العددان هما شنو العددان هما 31 و 33 واضح إن شاء الله مرات السؤال يجي بصيغه ثانيه ما يقولش عددان فرديان يقول عددان متتاليان ما يذكرش ما يقولش فرديان او جوزيان يقول عددان متتاليان ناخذ مثال عليها س 2 عددان صحيحان متتاليان عددان صحيحان متتاليان مجموعهما ثلاثة وثمانين ثلاثة وثمانين فما العددان نعود قراءة السؤال مرة ثانية عددان صحيحان متتاليان مجموعهما 31 عددان صحيحان متتاليان يعني وراء بعض زي ما نقول مثلا 11 العدد 11 مثلا العدد 11 ما هو العدد اللي بعد على طول العدد اللي بعد على طول قداش 12 وهكذا 11 12 13 14 15 إذن هنا لما نجي ل 11 هي أصلا كانت 11 في الأول العدد الأول كان 11 العدد اللي بعده كم 12 به 12 هذه منين تحصلنا عليها 12 هي تحصلنا عليها من 11 زائد 1 11 زائد 1 خلاص هنا الطالب عرف أن العددان اللي وراء بعض الفرق ديما بيناتهم 1 1 1 1 ولكن ركزوا معي في السؤال الأول لما أنا قلت عددان فرديان فرديان متتاليان فرديان زي توا 11 و13 أربع عددان فرديان متتاليان شوف الفرق بين عددان فرديان متتاليان
وبين عددان صحيحان متتاليان، صحيحان وراء بعض. شو معناها وراء بعض؟ معناها فرق بينهم ديما واحد. لكن لما يقولك عددان فرديان متتاليان، ديما الفرق بين العددين الفرديين ديما اثنين. ركز عليها يا طالب، هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية، خلاص الطالب ما دام عرف أن العددان صحيحان متتاليان ديما الفرق بيناتهم واحد، بينما العددان الفرديان الفرق بيناتهم اثنين، خلاص يقدر الطالب في الحالة هذه يقدر يفرض أي رمز، بشرط لما يكونوا مثلا عددان صحيحان متتاليان، في حالة انك فرضت صاد على طول. لما يقولك عددان صحيحان متتاليان فرق بيناتهم واحد، على طول العدد الثاني هو صاد زائد واحد، واللي بعده صاد زائد اثنين، صاد زائد ثلاثة، صاد زائد أربعة، وهكذا. كان يبي ثلاثة أعداد صحيحة متتالية، ثلاثة أعداد صحيحة متتالية وراء بعض، نقول لو صاد اللي بعده صاد زائد واحد، بعدين صاد زائد اثنين، بعدين صاد زائد ثلاثة. ولكن لما في حالة يقول ثلاثة أو عددان فرديان متتاليان، زي السؤال الأول أخذناه ونفضوا الأول ألف، أي طالب كم العدد هو الفردي اللي بعده؟ ألف زائد اثنين، صحيح. والعدد الثالث واضح أنه 15، بل 15 هي منين جبناها؟ جبناها من 11 زائد 4. 11 زائد 4 كم؟ 15. على طول الطالب هنا بيقول ألف زائد 4 وألف زائد 6 وألف زائد 8 إلى ما لا نهاية. هنا عندنا عددان فرديان، عددان صحيحان موجبان، والعددان الصحيحان الموجبان الفرق بين العدد الأول والعدد الثاني هو واحد. إذا نكملوا نجول الحل هنا، نقولوا الحل. احنا قلنا ما دام عددان صحيحان متتاليان، خلاص عرفنا الفكرة يا طلبة، ان العددان الصحيحان المتتاليان صحيحان متتاليان فرق بينهما واحد. ما دام فرق بينهما واحد، وانا قال لي والعددان الفرديان مجموعهما كم؟ 83. فما العددان؟ هنا العددان مجهولان، كم عدد هما؟ عددان، عدد اول وعدد ثاني. اذا نفرض على طول، نقول نفرض ان العدد الأول سين، بينما العدد الثاني، شو العدد الثاني طلبة؟ العدد الثاني هو سين زائد واحد، سين زائد واحد. خلاص أنا عندي عدد أول وعدد ثاني، خلاص كان قال الفرق بينهما نطرح، وكان قال مجموعهما نجمع. قال عددان صحيحان متتاليان مجموعهما شرط زائد، نجمع العدد الاول مع العدد الثاني، والعدد الاول لما زائد العدد الثاني كم يطلع مجموعهم 83. نكون معادله، المعادله تكون منين؟ من طرف ايمن وطرف ايسر. ودرسنا اليوم هو تطبيقات على المعادلات الجبريه. نجيب مثل قال لي عددان صحيحان متتاليان مجموعهم 83، نجمع، نقول العدد الاول سين زائد هذا العدد الاول، العدد الثاني شنو يا طالب؟ سين زائد 2، سين زائد 1 عفوا يساوي الطرف الايسر. العددين هم الزوج مجموعهم كم؟ 83. دي هنا 83 اصبحت معادله في متغير واحد وهو سين. أول حاجة عشان نديرها طلبة، نقول سين هذه زائد سين نجمعهم، 1 سين زائد 1 سين 2 سين. على طول يا طالب خلاص عرفنا أن هذا موجب واحد، و83 حدان متشابهان. ننقل موجب واحد إلى الطرف الأيسر بعكس الإشارة، نقول تساوي 83. شو بنحول يا طالب؟ بنحول موجب واحد من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر بعكس إشارتها، أو بإشارة معاكسة أو بإشارة مخالفة، تصبح سالب 1. و2 سين تساوي 83
نقص منها واحد معناها نقول ثلاثة ناقص واحد باثنين، ثمانية تنزل 82. آخر حاجة يا طالب نتخلص من معامل السين. نتخلص منين؟ من معامل السين. كيف تخلص من معامل السين؟ نقول بقسمة طرفي المعادلة على معامل السين، أو بقسمة طرفي المعادلة على العدد 2. قسم هنا على 2، قسم هنا على 2، سين طبعا 2 تقسيم 2 فيها 1 اللي هي 1 سين اللي هي سين. شنو هو سين يا طالب؟ هذا هو العدد الأول، يساوي على 2 فيها 1 8 تقسيم 2 4، 2 تقسيم 2 1 تساوي 41. خلاص أنا عرفت العدد الأول، العدد الأول يساوي سين يساوي 41. طب طلعوا العدد الثاني، لأن عددان هما عددان صحيحان متتاليان، في العدد الأول اللي هو أصغر، وفي العدد التالي اللي بعده بيكون أكبر، بيكون أكبر من 41. فعشان العدد اللي بعد 41 هو أكبر من 41 هو 42، أو نقول العدد الآخر هو سين زائد 1. كم السين عندنا هنا؟ 41. قم بالتعويض، 41 زائد 1 42. عرفت العددان، نقول العددان هما 41 و 42. نجي لعملية التحقيق، نتأكد من حلي صح أم خطأ يا طالب. عددان، العددان الأول 41 زائد 42، نجمع العددان، في حالة طلع مجموعهم 83 إجابتي صحيحة، في حالة طلعت ناتج ليس 83 نعاود مرة ثانية نشوف الحدود نشوف الإشارات لين نوصل للحل الصحيح. وإن كان حلنا إن شاء الله صحيح، نجمع هنا نقول تساوي 1 زائد 2 3، 4 زائد 4 8، وهنا كم مجموعة من العددان؟ 83. إذن هنا إجابتنا صحيحة، وهيك الطالب تحصل عليه الدرجة تامة. إذن لازم يا طالب نديروا فرق بين العددان صحيحان متتاليان، ولما يجيبك عددان فرديان متتاليان. عرفنا فرديان كيف نفرضوهم؟ فرديان سين، متى كان سين؟ لو سين تاني سين زائد 2 سين زائد 4. كان متتاليان عدد ثلاث اعداد متتاليه، نقول لو متى صاد، بعدين صاد زائد 1، بعدين صاد زائد 2، وهكذا. هذه بالنسبه لي مسائل لفظيه عليه الاعداد. نجي لسين 3، سؤال ثالث. إذا كان عمر أب أربع أمثال عمر ابنه، عمر أب أربع أمثال عمر ابنه، وكان الفرق بين عمريهما، معنى عمر الأب وعمر الابن، فرق بينهما يساوي 21 سنة، فما عمر الابن وعمر الأب؟ مسألة لفظية نترجموها إلى معادلة، بحيث نكون معادلة من متغير واحد، والمتغير هذا هو فيه علاقة بين عمر الأب وعمر الابن. كيف يعني؟ مثلا نبدأ بعملية الضعف قبل، مثلا يقول لك إذا كان صاد متغير، صاد متغير، فما ضعفه؟ على طول كلمة ضعفة معناها أني بضرب في 2. إذا شو معنى الضعف؟ الضعف أني نضرب في 2. خلاص نقوله صاد ضعف صاد هو 2 ضرب صاد 2 صاد، هذا في حالة الضعف. في حالة 3 أمثال، في حالة مثلا يقول لك
مثلا يجوك سؤال يقول لك لو كان مثلا يقول عمك ضعف عمرك، يجيك سؤال يقول لك عمك ضعف عمرك، شو بدي في الحاله هذه؟ بتفرض على طول عمك ضعف عمرك على طول، الاصغر الابن هو الاصغر سين عمه 2 سين، جاي قالك الاب 5 امتال عمر الابن، الاب 5 امتال عمر الابن، على طول الابن نفرضه برمز صاد والاب 5 صاد. هنا السؤال قال اذا كان عمر اب 4 امتال عمر ابنه، واضح ان الابن هو الاصغر، الابن هو الاصغر، وهنا الاب نحولها الى معادله اذا كان عمر اب 4 امتال عمر ابنه وكان الفرق بين عمريهما، على طول قال فما عمر الابن وعمر الاب، على طول نجي لعمر الابن الاصغر ونفرضوه اي رمز من رموز وليكن صاد متغير. اذا عرفنا فرضنا ان عمر الابن صاد وكان عمر الاب 4 امتال، شو معنى 4 امتال؟ كلمة 4 امتال نحطه 4، اذا كان عمر اب 4 امتال عمر ابنه، نفرض ان عمر الابن صاد عمر الاب نفرضه هنا 4 صاد. في حالة قال مجموع عمريهما نجمعه جمع عادي نقوله صاد زائد صاد، اما في حالة قالك وكان الفرق بين عمريهما هنا لازم نركز ان ناخذ عمر الاب هو الاول ونقص منه عمر الابن. اما في حالة قال اذا كان مجموع عمريهما، معنى مجموع فاذا كان مجموع عمريهما مثلا يعطيك اي عدد من السنوات، على طول نقول عمر الابن زائد عمر الاب، او بالعكس عمر الاب زائد عمر الابن. ولكن اذا لما يجيبك ويقول لك وكان الفرق بين عمريهما، الفرق هنا عباره عن اشاره سالب ناقص، فكيف ندير طالب هنا برتب اجابته هنا؟ على طول نقول عمر الاب ناقص عمر الابن، قال وكان الفرق بين عمريهما يساوي قداش؟ يساوي 21 سنه. تمام، هيك نظمت اجابتي. طب كيف نظمت اجابتي؟ اني نفرض قبل ان عمر الابن صاد وعمر الاب 4 صاد. علاش 4 صاد؟ لان قال 4 امتاله، كان 5 امتاله 5 صاد، 6 امتاله 6 صاد، كان ضعف. فإذا كان عمر الاب ضعف عمر ابن، في الحاله هذه نقول عمر الاب 2 صاد. اذا نعود من الاول، اذا كان عمر الاب 4 امتال عمر ابنه وكان الفرق بين عمريهما 21 سنة، على طول نفرض أن عمر الابن صاد وعمر الأب 4 صاد، ونكون معادلة. كيف معادلة؟ لما يقول الفرق يا طالب ركز هنا، وكان الفرق بين عمريهما، لما يقولك الفرق على طول ناخذ عمر الأب هو الأول لأنه هو الأكبر، الأب نقص منه عمر الابن يطلع 21 سنة، نعوضه عمر الأب كم يا طالب هنا عندي؟ 4 صاد. تمام، نقول 4 صاد ناقص عمر الابن، كم عمر الابن فرضت عليه صاد؟ يساوي كم؟ 21. واضح ان الطرف الايمن في حدود متشابهة. كيف حدود متشابهة؟ 4 صاد وصاد حدود متشابهة. نطرح طرح عادي لازم نعرف ان معامل صاد هنا قداش؟ 1. نقول 4 صاد ناقص 1 صاد 3 صاد تساوي 21. نطلع قيمة الصاد، وشنو هي الصاد؟ هي عمر الابن، عمر الابن صاد. نطلع قيمة الصاد نقسم الطرفين على 3، صاد تمشي مع صاد، أو عفوا 3 تمشي مع 3 تقعد صاد، الباقي صاد تساوي 21 تقسيم 3 فيها 7. شنو هي صاد تساوي 7؟ هذه صاد هي عمر الابن. إذا كم عمر الابن هنا؟ نقول عمر الابن يساوي 7 سنوات. 7 سنوات، اذا عمر الابن 7 سنوات.
نجينا قسوة وكان عمر الأب 4 أمتال. شو معنى 4 أمتال؟ معناها عمر الأب يساوي 4 أمتال عمر ابنه. إذا نضرب 4 وين؟ في 7، أو نقول 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7. طبعا هذه نقول 4 زائد 7 زائد 7 14 و7 زائد 7 14 14 و14 28 سنة. إذا عمر الأب 28 سنة. ولكن نقدر نطلع عمر الأب بعملية الضرب، نقول عمر الأب، عمر الأب 4 أمتال، معنى أكثر من عمر الابنة ب4 مرات. إذا نأخذ 4 نضربها في 7، لأن هنا عندنا عمر الأب، الأب عمره 4 صاد. إذا نأخذ نقوله 4 ضرب 7، 4 ضرب 7 تساوي 28 سنة. إذا هيك عرفنا عمر الأب وعرفنا عمر الابن. نجي نتأكد أنا هل هي إجابتي صحيحة أم خاطئة. نأخذ عمر الأب 28 سنة ونقص منه عمر الابن 7 سنوات. نقول هني عمر الأب 28 سنة ناقص عمر الابن 7 سنوات، 28 ناقص 7 يطلع 21. هذا الفرق بين عمر الأب وعمر الابن، وتأكدنا طلعت 21. جي السؤال هنا قال الفرق بين عمريهما 21 سنة. إجابتي صحيحة، هيك تمام التمام. إذا نعود بسرعة. قالك نفرض، قالك إذا كان عمر أب 4 أمتال عمر ابنه وكان الفرق بين عمريهما 21 سنة، على طول نفرض نحول المسألة هذه من مسألة لفظية إلى معادلة فيها رمز واحد فقط. خلاص فرضت أن رمز الابن صاد، خلاص يبدأ الأب 4 صاد، إن كان نون 4 نون، إن كان سين 4 سين، وهكذا. بعدين كون معادلة، شرط المعادلة أن قالك وكان الفرق بين عمريهما، معنى لازم نقول عمر الأب هو الأول لأنه هو الأكبر. عمر الأب نقص من عمر الابن يطلع 21 سنة، ونقوم بعملية التعويض. نعوض بعمر الأب الافتراضي اللي احنا فرضناه وعمر الابن الافتراضي اللي احنا فرضناه، ونكون معادلة من طرف أيمن وطرف أيسر. نجي لعمر الأب، وين عمر الأب؟ عمر الأب ما دام عمر الأب الابن صاد، إذا عمر الأب 4 صاد، على جد 4 صاد لأنه 4 أمتال. أمتى نحط 5 صاد؟ لما تكون 5 أمتال. بأمتى نحط 2 صاد؟ لما تكون ضعف، لما يكون عمر الأب ضعف عمر الأب الابن، ونحط هنا 2 صاد. إذا عندنا 4 صاد، لأن عمر الأب 4 أمتال، 4 أمتال معنى 4 صاد. وعوضنا بعمر الابن، عوضنا بعمر الأب ناقص عمر الابن ساوي 21 سنة. نجينا الطرف الأيمن، طرحنا طرح عادي 4 صاد ناقص صاد 3 صاد تساوي 21. قسمنا عليه معامل صاد. علاش قسمنا معامل صاد؟ باش نوجد قيمة صاد. وشنو هي قيمة صاد؟ هي عمر الابن. وكم طلعت صاد هنا؟ 7. إذا عمر الابن كم؟ 7 سنوات. خلاص ما دام عمر الابن 7 سنوات، خلاص وعمر الأب هو 4 أمتال عمر ابنه. كيف طلع عمر الابن؟ ناخذ 4 أمتال، 4 نضربها في عمر الابن 7، 4 في 7 28. والحالة هذه خلاص تميت المسألة وتميت الحل. نقول إذا عمر الابن 7 سنوات وعمر الأب 28 سنة. نبي نتأكد من إجابتين. ناخذ عمر الأب 28 سنة، نقص منه عمر الابن 7 سنوات، 28 ناقص 7 كم تطلع طلبة؟ تطلع 21. هيك تمينا المسألة. سؤال آخر. إذا طرح العدد، إذا طرح العدد 6 من سين، كان الناتج، كان شنو الناتج؟ كان الناتج 11. فإن سين تساوي نقط. مسألة بسيطة عادية جدا، إننا نحول المسألة هذه إلى رموز وإشارات وأعداد وطرف أيمن وطرف أيسر، فنحصل على معادلة. وبعدين نتعامل مع المعادلة هذه ونتعامل مع الحدود الجبرية وطرح وجمع، فنحصل على قيمة سين. إذا نجي يجيك سؤال يقول لك مثلا اطرح 2 من 7، اطرح 2 من 7. خلاص على طول يقول لك اطرح 2 من 7، نقول 7 ناقص 2.
اطرح مثلا نون من عين، اطرح نون من عين. لما نقول اطرح نون من عين على طول نقول عين هي لولا عين، عين ناقص نون. هنا قال اطرح العدد 6 من، اللي بعد حرف من بيجي هو الاول. تبدا سين ناقص 6. في بعض الاخطاء تصير يعني يقول لك 6 ناقص سين. ركز على السؤال، اذا طرح طرح، اذا طرح هذه عباره عن سالب ناقص العدد 6. بعد العدد 6 منين طرحناه؟ طرحناه من سين. اذا سين جهه الاولى وستة هي الثانية، تصبح المعادلة بالطريقة هذه. وكان الناتج، كلمة الناتج هنا عبارة عن يساوي. خلاص طالب عرف شنية شو معناها كلمة طريحة وستة، أمتى كيف تجيه ستة، هل تجيه الأولى أم هي الثانية. إذا طريحة العدد ستة من سين، معنى سين هي اللي طرحنا منها ستة، إذا سين هي الأولى طرحنا منها كم؟ ستة. كان الناتج، شو معنى الناتج يساوي؟ شو يساوي؟ 11. إذا أصبحت معادلة فها علامة يساوي. هذا الطرف الأيمن وهذا الطرف الأيسر. نجو الطرف الأيمن، إذا طرح العدد 6 من سين، إذا دي سين هي الأولى، شو طرحنا منها؟ طرحنا منها 6. كان الناتج، الناتج يساوي كم الناتج؟ الناتج 11، نحط 11 وهيك تحصلنا عليه معادلة بسيطة جدا جدا وحل بسيط، اني هنا بنطلع قيمة السين. نطلع قيمة السين على طول يا طالب، سالب 6 هذه نحولها بعكس الإشارة، نقول سين تساوي 11 زائد 6 ناقص 6، نحولها الطرف الأيسر بعكس الإشارة زائد 6 سين تساوي 17. إذن إذا طرح العدد 6 من سين، إذن سين كم طلعت هنا؟ 17. للتأكد، للتأكد هنجول سين كم، سين كم تساوي؟ 17. نجول 17 هي 17، لو طرحنا منها 6 17، لو طرحنا من 6 في حالة طلع تساوي 11 إجابتي صحيحة، في حالة طلعت خطأ نزيد نعاود مرة ثانية الحل. نجول التحقيق دوا، نجول الطرف الأيمن، الطرف الأيمن على التحقيق. عندي الطرف الأيمن سين ناقص 6، بعدين الطرف الأيسر، الطرف الأيسر هو 11. في حال الطرف الأيمن هنا طلع يساوي الطرف الأيسر، إجابتي صحيحة. كم طلع السين هنا؟ طلعناها 17. 17 نقص منها، نقص منها 6، شلون طلعت 11؟ 11 تساوي 11، إجابتنا شنو؟ صحيحة. وهيك يكون تمينا المثال. ناخذ مثال آخر. ما العدد الذي، ما العدد الذي أضيف إلى ضعف العدد 6 كان الناتج 15. ما العدد؟ واضح ان هنا قال ما العدد، اذا العدد هنا عندنا مجهول. اضيف، ركز معي، اضيف كلمه اضيف في الرياضيات معناها زايد، وعرفت ان ما العدد نفرض اي رمز وليكن نون، اذا عندنا هنا نون زائد ضعف. شو معنى ضعف؟ بالطريقه هذه، بالطريقه هذه يقدر الطالب يترجم اي 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 مساله لفظيه بالطريقه هذه. الضعف شو معنى الضعف؟ الضعف هو 2. العدد شنو هو؟ العدد 6. ندير قوس، لان 2 مضروبه في هذا العدد. كان الناتج، كان الناتج يساوي. على طول بالطريقه هذه الطالب يقدر حول المعادلة إلى رموز وإشارات وأعداد وعلامة تساوي. على طول الطالب طول يقدر يأخذ مسألة المعادلة هذه ويكتبها لوطة بكل راحة. كيف المعادلة؟ نقول نون زايد 2 ضرب 6 يساوي 15. واضحة؟ نون
مش لازم نون طبعا، سين زائد صاد زائد عين زائد قال لك ما العدد، العدد مجهول هنا، نفرض اني اي رمز انا فرطته في المعادله هي فرطته نون، نقول نون اضيفه زائد ضعف، شو معناها ضعف؟ 2 ضعف العدد، شو معناها ضعف العدد؟ معناها العدد هذا مضروب في نفسه، مضروب عفوا العدد هذا مضروب 6 مضروبه في 2 كانت 3 امثال، 6 مضروبه في 3 4 امثال، 6 مضروبه في 4 وهكذا. اذا ضعف العدد هو ان العدد 6 هذا يا اما نجمع مرتين 6 زائد 6 12 او 6 مضروبه في 2 بالطريقه هذه 6 2 مضروبه في 6 كان الناتج يساوي شو يساوي 15. هيك تحصلت عليه المعادله بالطريقه هذه. نقدر نكمل الحل، وذلك اول حاجه نفك القوس هذا قبل ننزله نون نون زائد هاي 2 ضرب 6 12 يساوي 15 نحولها بعكس الإشارة تبدأ نون يساوي 15 تقعد زي ما هي ناقص 12 آخر حاجة نون تساوي 3. إذن عرفنا أن العدد هذا لو العدد هذا لو ضفناه إلى ضعف 6 هل يطلع 15؟ نشوفه العدد هذا 3 لو ضفناه يعني لو زدناه ضفناه إضافة إلى ضعف العدد 6 نشوف التحقيق. التحقيق هو قال مثلا نون زائد 2 في 6 هل تطلع 15؟ نشوفه العدد اللي طلعناه كم؟ 3 إذا تنزل 3 هذا تحقيق. تحقيق 3 زائد نضرب قبل 2 ضرب 6 ب 12 3 زائد 12 يساوي 15 طلع نفس الناتج 15. إذا إجابتنا صحيحة بالطريقة هذه. نقدر أي معادلة نحولها لرموز، نحولها لإشارات، نحولها لأعداد، إشارة تساوي في أي مسألة كانت بالطريقة هذه. طالب لازم يعرف يفرق شو معناها كلمة تضيفة، شو معناها ضعف، شو معناها ثلاثة أمثال، شو معناها الفرق، شو معناها كل هذا أمور طالب يبدأ ملم بها. حاجة واحدة يبدأ يترجم في هذه المعادلة بطريقة فرض أي متغير مثلا سين سين صاد صاد وهكذا، أضيفة حط زايد ضعف يدير 2 العدد 6 يخليه كيف ما هو، ضعف العدد معناه مضروب أنا مضروب في 2 إذا 2 مضروبة في العدد درت قوسة هنا هنا 6 مضروبة في 2 كان الناتج، كلمة الناتج هنا يساوي 15. كوننا معادلة بسيطة جدا جدا نتخلص من الأقواس، نضرب 2 في 6 ب 12 نون زائد 12 يساوي 15. كيف طلع قيمة النون هنا؟ نحول 12 بعكس الإشارة نون تساوي 15 ناقص 12 نون تساوي 3 ودلنا عملية التحقيق. وهيك إن شاء الله تمينا يا طلبة باب المعادلات أو درس المعادلات والمسائل اللفظية الخاصة بهذا الدرس، وإن شاء الله نكون وصلت معلومة بأحسن طريقة وأسهل صورة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً.